سؤال مهم قوي قوي قوي، اللي هو بتاع الشبشب المقلوب. لان ده موجود في بيوت كتير جدا، تيتا وماما يقول لك اعملي الشبشب، لان الشبشب المقلوب غلط في البيت. جايه منين دي؟ انا بعمل برضه ورثه، برضه ورثه. جايه منين دي يا رانيا؟ هي اصلا اول ما بيبقى في شبشب مقلوب بتلاقيه جدات بالذات، يعني جدات بالذات يصرخوا اعمل الشبشب كده. هي ملهاش حاجه معينه، بس يعني هي التأويل بتاعها ايه بقى؟ التأويل بتاعها ان اصلا الشوز او الشبشب او كده ده بيبقى يعني بيبقى مليان وسخ وتراب والكلام ده. فانت لما بتقلبيه، يعني احنا ليه اكتر من تأويل. التأويل الاولاني ربنا كرم وجه الانسان، فهو بيبقى مقابل لوجه الانسان. تاني تأويل ان بيبقى مقابل للعظمه بتاعت السماء، والسماء دي بينزل منها الوحي ونزل، وربنا بيتقبل الدعاء وبينزل الملائكه اللي بتوزع الاقدار في الارض وحاجات كتيره جدا، يعني حاجات كتيره جدا كويسه في علم اصلا كمان الطاقه. هم خصوصا ان الفتره الاخيره علم الطاقه انتشر بشكل كبير جدا في بيوتنا كلنا. أيوة، يقول لك برضو ان الشبشب ما ينفعش ان هو، او الشوز او اي حاجه ما ينفعش يتحط قدام مواجه لباب الشقه، تحط في جنب، ما ينفعش يبقى مقلوب. اماكن معينه عشان الطاقه، ما ينفعش يبقى مقلوب، ما ينفعش يتحط في اوضه النوم. فهو يعني ليه اكتر من تاويل. لكن دينيا اعتقد ان دار الافتاء طلعت ان ده يعني حاجه ملهاش اساس في الدين. اساس. طيب ست الحامل تسال. اتفضلي ست الحامل بتاع اللحمه. لا انا هسال سؤال ثاني غير ست الحامل. طب قول. عندنا دلوقتي في اعتقاد برضو ساعه ما نصحى من النوم نفتح الشبابيك، لان فتح الشبابيك بيجيب الرزق. وبالليل في المغرب لو انا فتحت شبابيك تجيب الغم. ده لا، دي بقى ليها اعتقاد. ده بقى اصلها برضو فيها داخل فيها الدين. لان هو الصباح توزيع الارزاق في الصبح. ايوه، توزيع الارزاق في الصبح. اخر بقى النهار من المغرب للعشاء ده الرسول عليه الصلاه والسلام دخل الاولاد جوه الابواب، عشان ساعتها بيبقى الشياطين بتبتدي تنتشر وتبتدي تخش، فالولاد ما يلعبوش من الفتره ما بين المغرب والعشاء. بعد كده لغايه ما يبقى الظلام حالي. يعني ده حقيقه، مش خرافه. ده دينيا كمان. دينيا مش خرافه يعني. انت متاكده؟ دينيا ده في حديث عن صحيح يعني عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، انا ما اعرفوش الحقيقه. طيب موضوع الست الحامل ما ندخلش عليها بكيلو لحمه. الوالده ما ندخلش عليها بكيلو لحمه او بلحمه عامه او حلقين دقننا. ما هذا؟ طب انا عايزه اقول حاجه، دي موجوده في صعيد مصر. رانيا هتقول لك صح. انا من عينيها كده هتقول لك صح. في حاجة بقى جامدة جدا. الست اللي ما بتبقاش أصلا ما خلفتش لسه في أول الجواز بالذات، دي بيعملوا لها إيه بقى؟ في طقوس غريبة جدا بيبقى هناك في المجتمعات، سواء بقى في المدينة أو القرية أو النجع هناك في المجتمع. في المجتمع. بيبقى في ست اللي هي بتولد أو اللي بتغسل الداية. بيبقى عندهم حاجة بيتوارثوها، بيبقى قلادة. أيوة. حاجة اسمها أطقلك. ايه بقى أطقلك دي؟ سمعينا. هو قلادة فيها جعران، فيها صدف، وفيها خاتم قديم يكون ليه زمن، وفي فص عقيق. هم عندهم كده، بيعملوا كده. عند الداية، عند الداية نفسها. هي بتيجي لغاية وقتنا هذا. وبتاخد فلوس مقابل يعني ده. يعني دي عبارة عن رخصة؟ لا، ما هقول بس أكمل. اتفضلي. طقوس معينة. اتفضلي. بتروح تحط الحاجة دي في المية، وتخلي اللي هي الست اللي بتنتظر او بتلجا للطرق دي يعني تحط الجعران ده بقها عشان تشرب الميه اللي بتبقى منقوعه فيها القلاده دي. ده بيحصل الحاجه دي، هم بيعملوها على اكتر من مرحله، كل شهر بناء بقى على حاجات نجميه. الحاجات دي واخدينها عن الفراعنه. فبناء على النجوم كل شهر، لو ما الست ما حملتش فالشهر اللي بعده بيستخدموا طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه بيعملوا حنه، عروسه حنه. ويخلوا الام يكون مثلا مقبره يكون مدفون فيها حد قريب. لان بيعتمد على الخضه. أيوة، ان الست تتخض. زي طص الخضه اللي قال عليها الشيخ. طص الخضه دي حاجه ثانيه خالص برضو، انا يعني برضو هقول لكم عليها. بيعتمد على الخضه. فالست دي اللي هي منتظره ان هي تبقى حامل، فبتروح المقبرة وفيها الميت، وتروح تدفن العروسة الحنة. العروسة الحنة دي بيكفنوها بكفن نص متر تقريبا. ياه. ويدفنوها
يعني كانها ايه بتراضي القرين او اللي هو انا اديت لك حاجه اهوت زي عروسه فاديني انت بقى اعطيني الحقيقه في حاجات. لا الصعيد مليان مليان تراث، وطبعا الريف برضو مليان تراث، بس الصعيد عشان شويه اكتر علشان الفراعنه. لا الفراعنه كانت يعني فيهم جدا فهم معتمدين على الموضوع النجمي.